المرتد اللي عمل له فريق فالنسيا. فريق هانسينغ اعطى الفرصه لفالنسيا بالتقدم الان، تسجيل الهدف الثالث، مشروع تسجيل الهدف الرابع. جوناس ماخذنا مكان، كره تحولت الى الامام وفي استعجال اكيد لاننا نلعب في الدقيقه سولدادو. بداية كبيرة حقيقة لسولدادو في الليغا الأسبانية، يسجل ثلاثة أهداف الآن لفريقه وهدف ضد فريقه. العام سجل 18 هدف في كل الليغا، الآن هو يسجل